ما يباع في المنافذ هي نفس السلع بنفس الجودة بنفس التعبئة للسلع التي تباع في الأسواق، ما فيش فرق. لما ليست بقول أقل جودة يعني، نهائي احنا بنبيعها رخيص فتبقى اقل احنا جوده، بشيل هي نفسها تكلفه سلاسل الامداد. أيوة. وبشيل تكلفه المحل. لان انا عامل منفذ. الدوله شايله جزء والغرفه شايله جزء، وفي نفس الوقت في حالات كثيره بتتحمل الشركه انها تنزل بالسعر سواء للجمله او اقل من الجمله او لخساره لصالح المواطن. وبالتالي هي نفس السلعه اللي موجوده في الاسواق. ليس هناك فارق لا في الجودة ولا في مستوى التعبئة والتغليف. نعم. نهائي. نعم. وبالتالي السلع زي ما بقول كده نوعها جيد للناس. نوعها ممتاز، ما اقدرش اقول جيد. ممتاز مش جيد. لأن هو اللي موجود في السوق فعلا. وأنا فخور بصناعتي المصرية، لا الصناعة المصرية صناعة متميزة. جبتوا منين رز؟ الرز يا فندم بمجرد دخول أيوة. مركب رز. أيوه. اللي كان يعني حضرتك لازم تفهم آلية الرز ماشية ازاي. أنا النهاردة إنتاجي هو عندي أزمة رز ولا لأ بصراحة؟ لا ما عنديش. يعني ايه ما عنديش؟ اقول لحضرتك ما عندناش. انتاجي من الرز يكفي استهلاك مصر ويفيض. طب ايه اللي بيحصل؟ وانا كمان فوق البيعه بستورد رز. فبالتالي المفروض يبقى عندي فائض مرحب. كويس. تمام. يبقى عندي فائض المفروض قد ايه؟ مشكلتي إيه؟ حوالي تقريبا 15%. 15% فائض. المشكلتي في الرز. أيوة. ان الرز بيزرعه الفلاح. الفلاح بيديه لمضرب. المضرب بيديه لمصنع تعبئه. مصنع التعبئه بينزله في السوق. كويس. وبالتالي لو توقف اي حد من دول اللي نازل في السوق هيختفي. هناك بعض شركات التعبئه لما الرز اصبح سلعه تموينيه مسعره قال لك انا مش هشتغل في اللعبه دي. مش هشتغل؟ في اللعبه دي انا مش مستعد ان بقى تحت طائل القانون التمويني. وبالتالي كم واحد قالوا كده؟ مشكلتهم ان هي مش كام واحد، ان دول اللي كانوا بينتجوا الرز الفاخر اللي سعادتك بتشوفه في السوبر ماركت. وبالتالي اختفى الرز اللي في السوبر ماركت. هذا لا يعني ان الرز السايب والرز المعبأ تعبئه اخرى موجود في الاسواق. فاحنا كال5% اللي بتتعامل مع السوبر ماركت شايفه في ازمه رز. انما لا توجد ازمه رز في الشارع. الفلاح كان برضو اتعلم على مر السنين فكان بيحتفظ بالرز مستني ما سعره يغلى. الدوله يمكن تعمل زي القصب وزي الذره وزي القمح والكلام ده تزود شويه فركنوا عنده في البيت. ركنوا كام؟ لا ركنوا كميه كبيره. كميه كبيره. ف مليون طلع اكتر اقل بيلزم مليون طن اكتر اقل مش حد ارقام تقريبا طلع قرار ملايين بيلزم الفلاح ان هو يورد على الفدان جزء من الرز في المناطق اللي خدت ترخيص بزراعه الرز. ايوه. فده جاب لي كميه مشيتني لقدام. لما دخلت مركب رز الفلاح فيها من السعر هينزل. فابتدى يطرح الرز اللي عنده. ابتدى الرز يروح على المضارب. ابتدى المضارب تدي التعبئه، ابتدى يظهر في الاسواق. على التوازي الدوله من خلال الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتعبي الرز بتاعها، هناك قطاع خاص كثير بيعبي الرز بتاعه. والسعر الرز اللي بيباع حاليا سعر عادل جدا بيتم البيع بيه. احنا عندنا دلوقتي اللي هو 18؟ لا 18 ده للاقل من 3% كسر. ده اللي هو الرز الفاخر المميز اللي انما الرز اللي هو السايب ب 12. الرز المعبأ ال 10% كسر ب 14. الرز ده عندكم في المعارض ولا ده بشكل عام؟ في المعارض هشرح لك بقى المعارض بتعمل ايه في السوق. اتفضل.